أيها السادة، للحديث عن هذه المناسبة نستضيف معنا في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور مبارك البغيلي. أستاذ مبارك حياك الله معنا في هذه المناسبة العزيزة على الجميع. وبداية ذكرى استقلال الكويت، أي رمزية لهذا اليوم؟ بلا شك مبارك. أن رمزية استقلال الكويت هو رمزية في تشكيل الدولة الحديثة، هو رمزية في تشكيل علم للدولة، هو رمزية في الانتماء لهذه الدولة، هي رمزية في أيضا السلام الوطني، رمزية تبادل السفراء، رمزية. قبل الاستقلال لم نكن يعني نملك لا علم محترف فيه دوليا، ولم نكن نملك هذه المقومات، مقومات الدول الحديثة، رمزية الانتماء للمنظمات الدولية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. كل هذه الرمزيات هي رمزيات تشير إلى استغلال دولة الكويت وانتمائها لمحيطها الإقليمي ومحيطها الدولي. بلا شك أن هذه الرمزيات كلها تعنينا الكثير، تعنينا الانتماء أيضا، وتعني أن هناك دولة على الخارطة الدولية تشكلت جديدة وانتمت إلى المؤسسات الدولية. نعم، تنظم الاحتفالات لإشاعة الفرحة، هذا شيء طبيعي. وكذلك نشر روح العزة والفخر باستقلال الوطن، لكن أيضا لاستحضار التحديات وكذلك الإنجازات. ما أبرز المحطات في هذا السياق؟ الدول عندما تستقل يعني تتحمل مسؤولية نفسها، أبنائها يأخذون على عاتقهم مسؤولية تحمل قيام الدولة وتشكيل الدولة، سواء في مؤسساتها، في دستورها، في الدفاع عنها. لذلك هناك محطات كثيرة، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي أو الدبلوماسي. بالاستغلال هناك محطات تشكيل السفارات، الانضمام إلى الأمم المتحدة، هذه يعني محطة كانت صعبة في البداية، ولكن الله عز وجل يسرها لتكون الكويت من ضمن دول الأمم المتحدة. أيضا هناك محطة تشكيل مؤسسات الدولة، سواء يعني في الصندوق الكويتي للتنمية، هيئة الاستثمار، يعني هناك محطات كثيرة. ولكن أعتقد أن أهم محطة يعني أعطت دافع للكويت وثقل للكويت هو محطة تحرير دولة الكويت، والالتفاف الدولي والتشكيل الدولي العالمي حول هذه الدولة الصغيرة لتحريرها من براثة الغزو العراقي القاشم. هذه المحطة أعتقد أنها أكبر محطة يعني أثبتت ثقل الكويت دوليا، وأيضا أثبتت أن هذه الدولة الصغيرة بحجمها هي كبيرة بثقلها الدولي. نرى دائما أن هناك دول تمر في أزمات، تمر في تحديات، تمر في حروب، ولكن لا نرى أي دولة يتم احتلالها والعالم كله يتفق على تحريرها. لذلك أعتقد أن المحطات كثيرة وعلى جميع المستويات منذ التحرير إلى الآن، ولكن أعتقد أن المحطة الكبيرة في تاريخ الكويت هي محطة تحرير الكويت. نعم، 63 عاما من الاستقلال، كيف تبدو الكويت حاليا؟ وكذلك رأي مستقبل يعني أو مستقبل التطلع له. أعتقد أن الوقت الحاضر الآن يعني الحمد لله الوضع بخير، وأيضا إن شاء الله مبشر بخير، وخاصة تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، وأيضا سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم رئيس الوزراء. أعتقد أن إن شاء الله نحن مقبلون على عهد جديد، يعني نحن بجناحي أمني وبجناح اقتصادي. يعني الشيخ محمد صباح سالم، سمو الشيخ محمد صباح سالم، رجل اقتصادي، رجل أكاديمي، رجل يحمل من الخبرات سواء العملية أو الأكاديمية الكثير. أيضا صاحب السمو بخبراته الأمنية، يعني أنت الآن أمام جانب أمني يعني يؤمن لك، وأيضا جانب اقتصادي يعني يصير في هذا المركب إلى إن شاء الله بر الأمان. نعم، من خلال مشاهداتك هل هناك ما يميز احتفالات هذا العام أستاذ مبارك؟ يعني إحنا من فضل الله عز وجل كل عام نرى هذه الاحتفالات. نعم، ولكن أعتقد أن هذه السنة بالذات صار تغير، عادت بنا إلى السنة. يعني في الناس اهتمت بالمظاهر السلبية اللي كانت موجودة، لم نرى مظاهر سلبية. رأينا أيضا اهتمام في البيئة،
اهتمام في عدم ممارسة أي أعمال سلبية. في السنوات السابقة رأينا بعض الممارسات يعني اللي شوهت أو يعني عكرت صفو هذه الاحتفالات، ولكن هذا العام أعتقد أن هذا العهد الجديد، عهد الأمن، عهد الاهتمام في السلام والطمأنينة، أعتقد أنه كان واضح على الاحتفالات لهذا العام. نعم، رسالة من الأخ مبارك البقيلي توجهها لكافة الشعب الكويتي والقيادة الرشيدة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع. والله شوف، الكويت بلد عزيز علينا، ويعني يعني أنا أعتقد أن الكويت جنة الله في أرضه، يعني الكويت ما قصرت عنا جميعا، وهي تهتم بك من المهد إلى اللحد، لم تقصر معنا. ودائما يعني عندما تذكر الكويت تذكر الوطن، تذكر الانتماء، تذكر المحبة، وتذكر أيضا القيادة الرشيدة بهذه الأسرة الخيرة بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد. هذه القيادة اللي لم تألو جهدا في قيادة هذا المركب، ولكن أنا دائما عندي بيتين أرددها دائما صراحة، لأن عندما أتذكر الكويت ودائما حاطها حتى في الموبايل مالي، حاطها يعني في بيتين يقول: وطن يسعد صباحك يا وطننا والعمار فداك، تباكرك الرعود ويغثني أغصان بارقها، وطن يسعد مساك الشمس ما غابت تبي فرقات، تعدت للمقيب تعلم عن طيب مشرقها. هذه البيتين اللي دائما ارددها عندما اتذكر الكويت. نعم، صح لسانك المحلل السياسي الدكتور مبارك البغيلي، ونختم هذا اللقاء معك وهذه المداخله في نشره التاسعه. شكرا جزيلا لك على حضورك، ونتمنى باذن الله ان نلتقيك في مناسبات سعيده اخرى. حياك الله، عسى ايامك كلها سعيده، وعسى الكويت ايامك كلها سعيده ان شاء الله. امين. مشكور دكتور مبارك، مشكور طال عمرك.